نزوف الجماهير ومدرجات باردة وغياب التفوات، عنوان الدرب 21 بعد 100 بين الغريمين التقليديين الرجاء والوداد البيضاويين. هذه الأجواء لم نعتد على رؤيتها طيلة السنوات الماضية عند اقتراب أي ديربي، حيث أعلن بحر هذا الأسبوع أنصار الرجاء إلترا إيجلز وأنصار الوداد الوينرز مقاطعتهم للدرب البيضاوي، الأمر الذي انعكس سلبا على مبيعات تذاكر المقابلة وأيضا على رئيس الفريق الأخضر سعيد حسبان الذي كان يعقد آمالا كبيرة على الديربي للخروج من الأزمة الخانقة. لا هو الإقبال ما كاينش، ماشي بحال نقولوا الديربيات اللي فاتوا وداك الشيء، حتى تتعرف هذا العزوف ديال الجماهير وهذا الشيء ديال الالترات وداك الشيء، وهذا الشيء اللي كاين ما كاينش اقبال كبير وداك الشيء، حتى الاغلاق ديال محمد الخامس حتى هو سبب من اسباب ديال العزوف ديال الجماهير، لان التيران هنا كان داك الشيء فهمتي، بنادم اللي ما عندوش اقصى حد مثلا عنده 100 درهم ولا 50 درهم يقدر يجي للتيران، دابا السفر وداك الشيء تتكون فهمتي خاصها مصروف، حتى داك اللي كنا تنبيعوا في وقت مثلا مركب محمد الخامس وداك الشيء راه ماشي هو العدد اللي تنبيعوا دابا. الاثمنه بالنسبه هو الجمهور الرجاء راه باغي الاثمنه، باغي يعاون الفرقه. جماهير قليله حجت الى مركب محمد الخامس لاقتناء تذاكر اللقاء لمسانده فريقهم في درب الاخوه الاعداء. بابا حبيبي بين اختي كيفاش نعاون الفريق، والنسبة للثمن الثمن راه هذاك مناسب، الا جيتي تشوفي على الديربيات الاخرين راه الثمن مناسب، كون كان منظم في الدونور ما غناخذوهاش بهذا الثمن هذا. لا غادي نحضر الملعب ادران ان شاء الله يوم الاحد، والاشمينه طالع شويه مسافر، حيت الراجا وانا عندها ازمه ديال المال هذا الشيء، علاه انا مع الراجا في السراء والضراء نمشيو لملعب ادران في اكادير. لا نساند ونتعاون مع الفريق، اشمينه ديالهم واخا شويه طالعين ماشي مشكل، هاني نمشيو نتعاونوا مع الفريق الراجا، غيكون بلا تيفواش هاد الجمهور كينوض الصداع، الطرات الطرات هما اللي منوضين هاد المشاكل ديال الصداع، اشمينا راهم هادوك واخا يكونوا طالعين، المهم نساندوا فريق الرجاء الوداد. لا ان شاء الله غنمشيو لاكادير ان شاء الله نتفرجوا نساندوا فريق ديالنا، حيت محتاج لينا في هاد الفتره فريق الرجاء البيضاوي اللي كيدوز من ازمه عصيبه ان شاء الله تروبو، واخا فريق ديالنا ما لعبش الشيران ديالنا واخا غنمشيو نسافروا على قبل نمشي لاكادير ان شاء الله نساندو. السؤال يبقى مطروحا، فهل الديربي الذي كان يحتل المراكز الاولى عالميا بجمهوره وابداعاته سيصبح اليوم مباراه عاديه بعد عزوف الجماهير احتجاجا على قرارات منع الالتراس في المغرب، ام ان هذا الامر سحب عابره فقط؟